أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وكانت وقفتنا عند قول الحق وتنزع الملك ممن تشاء، والنزع هو القلع بصعوبة، وعبر عن ذلك لأن كل ملك يوطن نفسه توطينا في الحكم بحيث يصعب على من يريد أن يقلعه منه أن يقلعه بسهولة. وبعد ذلك يقول الحق وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لأن ظواهر الكون لا تقتصر على من يملك، وإنما مع من يملك أناس ملوك ظل. ومعنى ملوك ظل أن يتمتعون بنفوذ الملوك وإن لم يكونوا ظاهرين أمام الناس على أنهم ملوك. وهؤلاء منهم كل الشر، يعتزون بالملك ويفعلون ما يشاءون أو يفعل لهم ما يشاءون. فحين ينزع الملك لا شك أن المغلوب بالظالمين يعزه الله، والظالمون أنفسهم يذلهم الله. إذن فكان ولا بد أن يجيء بعد تؤتي الملك تعز من تشاء، وأن تنزع الملك تذل من تشاء، لأن كل ملك حوله من يتمتع بجاهه ونفوذه، فإذا ما قام سلطانه وانتهى ظهروا على السطح كما نشاهد كل يوم وفي كل عصر. تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. يلاحظ هنا أن إيتاء الملك في أعراف الناس خير، ونزع الملك في أعراف الناس شر. تقول له شر على من نزع منه، ولكنه خير لمن؟ لمن أوتي الملك. وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك أيضا، لأن الله حين ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه، فلو كان عاقلا لتقبل ذلك وقال إن الله يريد أن يخلصني لنفسه لعلي أتوب. إذن فلو نظرت إلى الجزئيات في الأشخاص ونظرت إلى الكليات في العموم وجدت أن ما يجري في كون الله من إيتاء الملك وما يتبعه من إعزاز، ونزع الملك وما يتبعه من إذلال، كل ذلك ظاهرة خير في الوجود. ولذلك لم يكن كما قال بعض العلماء لازم تقدر بيدك الخير أي والشر، وإنما ما جابش الشر عشان ينسبه للإيد. نقول له لا، لو نظرت إلى مجريات، ما دام الله هو الذي يؤتي، وما دام الله هو الذي ينزع، وما دام الله هو الذي يعز، وما دام الله هو الذي يذل، فلا بد أن تكون كل ذلك صور الخير في الوجود. يبقى إذا نقول بيدك الإيه؟ بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. إيتاء الملك دي عملية عايزة زي ما بنشوفها كده، يعني عايزة تبييت بشري بأسباب بقى وانقلابات ودنيا هيصة وتخطيط واعتاد. ونزع الملك برضه عايز العملية دي. قال لهم اوعي تفتكروا ان دي صعبة عليا، ولا دي صعبة عليا، لأني على كل شيء قدير، لأنني لا أتناول الأفعال بعلاج. يعني مش بيقعد يعمل، ده بيقول كن بس فتنفعل له الأشياء. سأقول كن
تروح من فعل له الاشياء. انك على كل شيء ايه قدير. ثم يأتي بعد ذلك ليدلل بنواميس الكون وآيات الله في الوجود على صدق قضية إنك على كل شيء قدير. فيقول: عندكم ظاهرة تختلف عليكم وهي الليل والنهار والحياة والموت. ظاهرة الليل والنهار كلنا يعرفها لأن دي آية من الآيات العجيبة. إنما قال يعمل إيه؟ يولد الليل في النهار ويولد النهار، يعني ما عملش نهار كده بكمية محدودة في الوقت وتيجي كل مرة، لا ينقص ده عنده 5 ساعات ويزود ده. هل بتنقص ال5 ساعات دي مرة واحدة كده؟ نلتفت فجأة كده بعد النهار ما كانت 12 ساعة يبقى مثلا 17 ساعة ولا الليل، ولا بتأتي تباعا بالدورة بحيث لا تحس، ما بتجيش فجأة كده في حركة يسموها الحركة الترسية وحركة انسيابية. حركة ترسية يعني ايه؟ يعني لما تشوف الحاجة متروس، الساعة اللي بتدور دي لا ملاها تروس. هل العقرب اللي بيمشي ده ماشي في كل الزمن؟ لا، مش ماشي في كل الزمن، بيجي عليه الزمن واقف لحد ما يجي الترس بتاعه ويروح زقه تقوم. ولذلك لو دققت في عقرب الدقايق تلتفت اليه واقف كده وبعدين عمل كده. الله، اذا الفتره بين العمليتين دول كانت فتره ايه؟ سكون. دي اسمها ايه؟ ترسيه. انما في حركه انسيابيه بحيث كل جزء من الزمن ياخد حركه. ايه دي العمليه بقى؟ زي ظاهره النمو بالنسبه للانسان وللنبات والحيوان. هل الابن مثلا اللي انت بتقول الوليد اللي عندك ده بيجي اخر النهار ويزيد له ملي مره واحده، ولا الملي ده شائع في كل ذرات الثواني من النهار؟ مش مثلا يقعد كده كويس لحد ما يجي ال 24 ساعه تنتهي ويروح يعني، لا، دي ماشيه في كل ايه؟ اهي دي العمليه بقى اللي عايزه الايه؟ اللي عايزه الدقه المتناهيه في توزيع جزئيات الحدث على جزئيات الزمان. ادي العظمه اللي مش هنقدر نعملها ابدا. جزئيات الحدث على جزئيات ايه؟ الزمن. ولذلك انا قلت لكم مره انك اذا نظرت الى ابنك الوليد وقعدت باصص له طول عمرك مش هتشوفه يكبر ابدا. ابدا. انما تغيب عنه شهر ولا اتنين تلتفت تلاقيه مجموع نمو ال3 اشهر زاد في نظرك. انما لما انت تشوفه كنت تبيعه كده ازرع نبته واقعد بص لها كده طول النهار ما تشوفهاش تكبر ابدا. ليه؟ لان اصل الجزئيات، شوف كل اللي يكبر يصغر، كل حاجه يمكن ان تكبر ممكن انها ايه؟ تصغر. وما دام تصغر بتصغر الى مرتبه انت عندكش العين اللي تدرك بها هذه الجزئيات، انما هي تفضل تصغر. لما جابوا من اول ما جت الصور من الجو وخدوا صور لنيويورك طلعت عبارة عن نقطة قلم. الصورة كلها من على البعد طلعت ايه؟ نقطة قلم. وبعدين لما قعدوا يكبروها التفت لقيت الشوارع ونمر السيارات تباك. طب كنت فين في النقطة دي؟ ما هي صغرت صغر بحيث ما عندكش آلة الإدراك اللي تقدر تشوفها. ولذلك أنت يا تقعد تكبرها الشيء بيصغر ليه؟ يا بعيد عنك، بعيد عنك تقوم تقربه. كل ما تقربه كل ما يتضح ولا لا؟ اذا فقول الله يولد الليل في النهار قال له افطنوا للعملية دي. النهار يبقى مش الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة. لا، ندخل ده في ده وندخل ده في ايه؟ يولج معناها ايه؟ يدخل. يعني اللي كان ليل بقى نهار، مثلا المغرب على 5 وبعدين يجي يوم على ايه؟ وصار على 7. مش كده يبقى جزء ايه؟ انما الجزء دي جه فجأة كده نطة زي عقرب الدقايق؟ لا، ولا ماشية كده ولا مرة تانية. اذا دي بتدينا انك ان رأيت ملكا ومؤسل وحضارة
فاعلم ان هناك سوس دقيق ينخر فيه الى ان ياتي وقت يروح تنتهي المساله. والا لو ما كانش فيه الحكايه دي كان ايه اللي ضيعه؟ طب الحضارات لما تقعد ترتقي كده وتعمل، كان المفهوم ان ما دام الحضاره ترتقي والناس يبقى عندهم استعدادات ضخمه ان ده يبقى ولا ما يبقاش؟ لا، ده في قلبه سوس عمال بينخر ويجيله مجال وقت كده يروح انت تقعد المساله متحمله 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 الى ان تاتي طاقه ما تلتفت لها. كذلك قال لك انا على كل شيء قدير، وحاجب لكم زهره الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه، بدون انك انت تعرف فجاه انتقال الليل الى نهار ولا فجاه انتقال النهار الى ايه الليل. وبعد ذلك قال وحاجه ثانيه، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت. الله، تبقى دي قدره، تبقى دي قدره، ولا بيجيب الابداد يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الايه من الحي. هنا بقى ال- 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 الوقفه ان اهتدينا بواسطه ما افاض الله على بعض خلقه باتكار اسراره في كونه، الى ان كل شيء له حياه، كل شيء له حياه. يعني انت لما تجيب ورقه النبات المقطوعه وبعد ذلك تقعد تبص تلتفت لها، فيها تفاعلات، الذره فيها تفاعلات. ما معنى التفاعل ده؟ ما هي حركه، ما هي الحياه ايه مظهرها الايه؟ مظهرها الحركه. بس غايه ما هناك ان فيه حياه عند العامه وحياه عند الخاصه. ما يعرفش حكايه ان النطفه فيها حياه والحبه فيها حياه الا الخاصه من الايه؟ ليه؟ لان العامة يعرفوا ان دي ملهاش نمو. صحيح هي فيه فرق بين شيء حي وشيء قابل ان يحيا. النواه اللي احنا بناخدها دي عشان نجيب منها نخله، لو فضلت محطوطه نواه ما تجيش نخله ابدا. انما خدتها ووضعتها في دقيقتها اللي تطلع منها نخله ولا لا؟ اذا دي سماها ايه؟ قابله قبل. انما ذرات التراب لما تجيب ذرات التراب كده ما تستطيعش انك انت تقول احطها تطلع منها حاجه. يبقى لازم تفهم، لكن لها حركه، لها حركه، لدرجه ان هم يقول لك ان علبه الكبريت لو شفت الحركه اللي بين ذرتها تدير قطار كهربائي حول العالم مش عارف كم سنه. الاشياء اللي بينها وبعضها الالتحاميه دي اللي بقى. الله، لما دي يعرفها الخاصه ولا العامه؟ الخاصه. فإن نظرت إلى العامة يقولوا يخرجوا الحية من الميت، وكانوا يشبهوا إيه؟ يخرجوا الحية النخلة من الميت، يعني النواة، مش كده؟ مفهوم ولا لأ؟ وبعدين يطلع الميت من الحية، ما هي النواة بتطلع من النخلة وبعدين نرميها مثلا. وبعدين لما عرفنا إن فيها حياة بقت حياة عند مين؟ عند الخاصة. حياة عند مين؟ عند الخاصة. يبقى كل شيء في الوجود له حياة، بس حياة مناسبة لمهمته. حياة مناسبة لإيه؟ لمهمته. أنت فاهم إن الحياة هي الحركة دي والنمو والعملية؟ لا، في حياة لها. يبقى إذن العامة ساعة ما يسمعوا خروج الحياة من الموت يمكن يجيبها في أي مثال. إنما الخاصة يجيبوها إزاي؟ يقول لك كل شيء فيه إيه؟ فيه حياة. الشيء اللي احنا مثلا التراب ده اللي بنطلع منه الزرع، احنا مفضلنا التراب ده وخدناه، خدنا شويه تراب وحطناهم في حته ما يطلعش منها حاجه، يبقى ده الميت في الدرجه الاولى. والنواه اللي هي ممكن تاخدها وتحطها تبقى ميت في الدرجه الايه الثانيه. اللي ميت في الدرجه الاولى يبقى حي في الدرجه الايه الاخيره، واللي ميت في الدرجه الثانيه يبقى حي في الدرجه الايه الدرجة التانية. نقول له طيب بدنا نعرف الحكاية دي، يقول لك القرآن مسها مس، بس بقى مس ايه؟ لأن القرآن حين يخاطب بأشياء قد تقف فيها العقول يوم يتناولها التناول اللي العقول كله تتقبلها، اللي عقله يعني عقل صفوة يقدر يتقبلها، واللي عقله نص يقدر يتقبلها. ليه؟ لأن لما يجيب لك أصدق وبعدين يجيبها على حقيقتها يمكن العقول تقول لك ايه الكلام الفاضي ده؟ كلام بقى. لو كان قال لنا ده الذره فيها حركه وفيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه، كانوا الناس يقول لك ايه التخريف ده. يوم يتناول الاشياء دي بايه؟
ببيان إله قادر، وخصوصا مش هيترتب على اختلاف في الحكم إلا لو عرفت إن الذرة فيها حياة، ما الذي زاد عندي من الأحكام؟ طب الذرة ما فيهاش حياة، ما الذي نقص عندي من أحكام؟ إذن دي مسألة أنا بنتفع بالظاهرة أو بالقضية، عرفتها أو لم أعرفها، مش كده ولا لا؟ عرفتها أو لم، كله مثل هذا. ونحن نجي نقول طب تعالى بقى خد القرآن كده مأخذ الواعي اللي بيفهم كده معطيات الألفاظ. الحياة احنا نعرف ان ضدها الايه؟ الموت. ربنا ساب كلمة الموت وجاب كلمة تانية اسمها الهلاك. قال ايه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى الهلاك مقابل ايه هنا؟ مقابل الحياة. الله، امال ما جابش لنا الموت ليه؟ لان الموت انت الناس هتختلف فيه، ده ميت يعني ما فيش فيه حركة ولا حس ولا نمو ولا اي حاجة، انما هو له ايه؟ له حياة مناسبة له، زي حياة الذرة او حياة الحبة الرملة او حياة الزلطة او اي حاجة. يوم يجي بقى في اية تانية بعد ما يقول ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، عرفنا ان الحياة هنا مقابلة لايه؟ للهلاك. يوم يجي في الاخرة بقى ساعة ما يجي علشان يأول بقى القيامة يقول كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، استثني الوجه أو الذات الإلهية وبعدين كل شيء هالك. مدام كل شيء هالك يبقى كان كل شيء حيا، يبقى مدام كل شيء هالك يبقى كان قبل كده ايه؟ وان لم ندرك له ايه؟ وان لم ندرك له حياة. يبقى اذا الحياة الحقيقية توجد في كل شيء بايه؟ بما يناسبه، مرة انت تدركها ومرة ما ايه؟ ما تستطيعش ان ايه؟ ان تدركها. يبقى يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الحي، مرة تاخدها بالعرف العام او تاخدها بالعرف الايه؟ او تاخدها بالعرف الخاص اللي هو عرف الايه؟ عرف العلماء. وما دام ذلك تلك ظاهرة الوجود، في ايه؟ يولج الليل في النهار، يدخله ويولج النهار في الليل، بيسموا حتى بطانة الرجل الوليجة. بطانة الرجل اسمها ايه؟ وليجة. ليه؟ لانها بتتداخل فيه. ما بطانته بتتداخل فيه ولا لا؟ يقول لك عايز تعرف السر بتاع فلان خد من فلان، هو يقول لك عليه لانه متداخل هو. وبطانة الثوب لانها ايه؟ المتدخلة فيه. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ظاهرة كونية كل واحد يدركها وكل واحد يعرفها. وبعدين جاب المسألة الثانية اللي فيها انقسام، فيه خاصة وفيها عامة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الايه؟ من الحي. يبقى اللي بيعمل كده ما تستبعدش عليه، يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. اذا تجيب لنا الدليل من الايات الايه؟ من الايات الكونية. اسمع بقى قول الله، قل اللهم، يعني يا الله انت مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لان ما دام انت اللي مجري في كونك هذه المسألة يبقى هذا امر ايه؟ احنا بنقول الواحد منا يبقى بيحب ابنه قوي، وبعد ذلك يرى في اصبعه شيء دم اي حاجة بياخده بنفسه يوديه لمين؟ للدكتور، ويترجاه انه يعجل يعمل له العمليه دلوقتي. هو بيعمل له شر ولا بيعمل له خير؟ فكذلك ما دام الله هو الذي يلقي في ملكه ايتاء لملك او نزعا لملك، اعزازا لمن يشاء، اذلالا لمن يشاء، يبقى كل ذلك ما يكون من الايه؟ من الخير. لا تتعجبوا فإن آيات الكون تشهد بأن الله على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يخرج الميت من الحي والحي، ممكن واحد ما هوش طاقن أبدا لحكاية الليل والنهار دي، ولا حكاية اللي ده حي من الميت ولا يعني كده، إنما كل واحد منا يتصل برزقه قهرا عنه. فجاب إيه؟ مسألة أولى، وترزق من تشاء بغير حساب. ساعة تسمع كلمة حساب تقوم تعرف
ان الحساب ده كما قلنا سابقا يبين لك مالك وما عليك. هذا الحساب مش منه له، هذا الحساب. طيب ترزق من تشاء بغير حساب. غير حساب، الحساب يقتضي محاسبا ويقتضي محاسبا، مش كده؟ ويقتضي محاسبا عليه. يبقى عايزه كم عنصر؟ ثلاث، محاسب ومحاسب، هنحاسبه وهنحاسبه في ايه؟ ترزق من تشاء بغير حساب. ممن لمن؟ بغير حساب. من مين لمين؟ قال ان قلت بقى من غير حساب من احد لله، ما يقولوش انت عملت دي ليه، ما حدش يقدر يحاسبه، يبقى الله هنا هو المحاسب. من غير حساب لا، ما حدش يقدر يقول له انت عملت دي ليه. يبقى ان قدرت محاسب يحاسب ربنا، يقول مش ممكن من غير حساب، ما حدش في ايه، ما حدش هيحاسبه، لان ما حدش شريكه، والفعال لما يريد. يبقى اذا كان الحساب واقع من مين؟ على الله. طيب الحساب واقع من الله للناس، انك بيديهم مش على قد حركتهم حتى في الوجود، لما تيجي تحسبها كده يروح جايب لهم حاجه كده، الله، يمكن يديك من حاجه ما كانتش محسوبه عندك، لان معنى الحساب الامر التقديري اللي معمول لتخطيط. انا هتوظف واخد قد كده، واعمل الصنعه دي قد كده، او اعمل مش عايز ازرع الفدانين دول يطلع لي منهم قد كده، دي عمليه الحساب ولا لا؟ تلتفت تلاقيه جاله كده من غير ايه؟ من غير حساب. ومره يحسب ولا تجيش، يحسبوا من سنه مثلا، قالوا ده الدوله الفلانيه زرعت قمح هيقضي الدنيا، جت عند نضج المحصول كده وجه ايه؟ فين؟ راحت مضيعاها، كلوا من بره. اللي كانوا بيقولوا عليهم هياكلوا الناس، الناس اكلوه. تبقى من غير حساب ولا لا؟ يبقى بيدي مش 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 حاسب حركتك ويديك على قد ايه. طيب الناس اللي مثلا دلوقتي افاض الله عليهم مثلا الخير والبترول، طب ماذا صنعوا؟ ده جاي لهم كده من تحت ارجلك ولا لا؟ ده ربنا بده يعمل حاجات في الكون كده علشان تعرف ان الارزاق في ايده هو. وبعد ذلك الدول اللي يقول لك ده الناس دول كسلانين وناس ما بيعملوش وناس مش عارف، اهو ربنا سكر لهم اللي مش كسلانين.